البلد رؤية حوالين مباراة العودة، وشايف الراجل انه كابتن حسام البدري يمكن ان يعمل بالاساس على تأمين قلب الدفاع وقلب نص الملعب بالتحديد للحد من خطورة طه ياسين، وتأمين الطرفين واعطاء مرونة لفتحي ومعلول بتغطية من رامي وسعد مع ملء وسط الملعب كأهم نقطة للترجي، لان ديت فعلا نقطة الخطورة اللي كانت لدى الفريق التونسي. منطقة نص الملعب ازاي بيقدر يستحوذ وازاي بيقدر يبني هجمات خطيرة. بيرى ايضا الاستاذ خالد بيومي انه اي لاعب تحت من الثلاثي ممكن يزيد كلاعب وسط في حال امتلاك الكرة، وان خطوط قريبة من بعضها تمنع الحركة العامة للترجي. واخيرا بيرى خالد بيومي ضرورة ايقاف مفاتيح لعب الترجي وتحديدا وسط الملعب، وخاصة في عملية صناعة الفرصة. بداية صناعة الفرصة في التحرك الواعي جدا من قلب نص الملعب ميزة بتميز فعلا الترجي وبتزيد من خطورته. من المؤكد ان دي كلها آراء فنية، والأكثر تأكيدا انه الكابتن حسام البدري قاريها كويس قوي، وان شاء الله تعالى ربنا يوفقه في اختيار التشكيل الأمثل، العناصر الأنسب، وطريقة اللعب اللي تكون مناسبة لخوض هذه المباراة. في رأيك يلعب حسام البدري مهاجم مباغت عشان يسجل ويحرج الترجي ويهز، ولا يتعامل بها كوحدات منفصلة شوية؟ في رأيي أن يفعل حسام البدري ما يراه ما يراه. آه. وأن بدليل أنك سألتني عن رأيي يبقى قد يبدو أن الآراء قد تتعارض مع بعضينا. فهذا يعني إذا كنا احنا بندي لنفسنا الحق ان احنا نقول واحنا قاعدين في الاستوديوهات او في الشارع او في القهاوي، ها مش عايزين ندي للمدرب حقه؟ هو شايف، وهذه مسؤولياته، ولعيبته لازم تبقى فاهمه ان المساله معظمها في ايديهم، والراجل ما قصرش معاهم تكتيكيا، بدنيا هم كانوا الاعلى بدنيا، كل شيء كان مهيئ ان هم يكسبوا. التوفيق التحكيم، هذا ما اخشاه، التوفيق والتحكيم. اذا استطعنا ان احنا نهزم العنصرين دول او نحيد العنصرين دول نحيدهم، باذن الله احنا فرصنا اكبر. بالتقات الثلاثه، التركيز، التوفيق، التحكيم. لا، اراده. هو التركيز ايه؟ نتيجه اراده انك انت تبقى عايز تاخد المباراه او تاخد الاحترام. تلعب، اعمل الصح. اذا وفقت هتسعدنا، اذا ما وفقت هنسقف لك لا قدر الله. فقط اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك بشكل محترم، بشكل يقنع ان الاهلي هو الفريق الاعلى، هو الفريق الاقدر، هو الفريق اللي كان ينبغي ان يستمر كده. ده اللي اشوفه. واحنا طول عمرنا على فكره لا تسعى الى الحب بقدر ما تسعى إلى الاحترام. لأن الحب مضلل، أما الاحترام قد يحترمك من يكرهك، وهو الشعور الأكثر يعني نبلا وصدقا. أنا عايز الأهلي يحظى بالاحترام، لو استطاع أن يفوز هيحظى بالاحترام، لو استطاع أن يؤدي هيحظى أكثر بالاحترام. بس إن شاء الله. جريدة الصريحة التونسية اهتمت بقى بحتة الشطة شوية اللي بين البدري والبنزرتي، انه الكابتن حسام البدري قال هنكرر السيناريو وهنكسب في تونس، وزي ما حصل قبل كده فرد فوز البنزرتي على هذا الهدف، او قال لهم خلاص ابو تريكه اعتزل. ابو تريكه صاحب هذه الرميه بلا رامي في اللطشه الاخيره في الوقت القاتل اللي هزت قلوب الملايين، في زيه كتير. ابو تريكه اعتزل كابتن فوزي، لكن فيه غيره كتير في الاهلي، وكل لاعب في الاهلي ابو تريكه بدرجه حماسه، بدرجه غيرته، بمستوى كفاءته، بعزمه باذن الله تعالى، مش عايز على قدره الاهلي على تخطي المباراه باذن الله. مش عايز اخد التعليق ده، واخد بالك، في اطار الجديه. هو بيرد على حد صحفي بيستفز، بيقول له حسام بيقول الافيه حكم. لكن اللي انا عايز اقوله ايه؟ خلي بالكوا، يعني حتى تصريح سيد عبد الحفيظ مسؤول الاهلي يستفز الترجيين، انت عارف يا ابراهيم، انت
تصريحاتنا لازم تبقى تصريحات متواضعة، لأن دي التصريحات المتعالية أنت بتستنفرهم. أنا كنت عايز ألعب على وتيرة إيه؟ يعني تصريحاتي تلعب على وتيرة الإحساس الزائف بالتفوق، أتمسكن شوية أو أسكت، الغموض أو إن أنا أقول إيه؟ نحترم الترجي، المباراة صعبة وإحنا عارفين، لكن أنا مع لعيبة أقول اللي أنا عايزه. لكن في وسائل الإعلام مش عايز أشحن أنا اللعيبة وأحمسها، يمكن أنا كلامي يشحنهم أكتر من البنزرتي. فأنا عايز خلاص توقف عن هذا النوع من التصريحات بقى. تصريحاتنا يجب أن تكون واقعية ومتواضعة، وتدي لفريق الترجي وجمهور الترجي والتوانسة حقهم كمدرسة كروية عريقة محترمة وشقيقة أيضا. هفكرك بحاجة. معلش أصلحنا، أنت عارف كفاية حرام دي طلعت إمتى؟ كنا بنلعب فاينل كاس، وصلنا إحنا والمصري وقت ما كان مدحت فقوس المدرب الجميل أبو دم خفيف بيمرن، وكان بعديها هو كان واخد كاس العالم قبل كده. العسكرية. العسكرية. وكان فايسا بيضرب الأهلي. كنت أنا بكتب في المصور. فحتى كتبت له شكرا كابتن مدحت، فعلت ما لم يستطع احد ان يفعله مع لعيب النادي الاهلي. كل عاش بقى الفيلم ان هو راجل بطل العالم العسكري، وانه المصري هو بطل الكاس، وان 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 والاهلي هيشوف ونلقن ونعمل. فقبل المباراه كتبت كده: نشكرك، فعلت ما لا يمكن ان نفعله يا لعيبه الاهلي، ردوا في الملعب. كويس. مستر فايسا الماتش كان الظهر، الماتش كان الظهر، هو كان بيمرن بالليل، والكابتن مدحت فقوسه كان بيمرن الظهر في ميعاد المباراه. وانا بقى فاكر نفسي راجل يعني مثقف، ورايح اسال مستر فايسا، قلت له: مستر فايسا، انت بتمرن بالليل والمباراه الظهر والمنافس بتاعك فاطن الى هذا بيمرن الظهر؟ فقال لي: ايه المشكله؟ قلت له: البيولوجيكال كلوك، الساعه الحيويه اللي في الجسم مظبوط، بتتظبط ازاي؟ قال لي: مستر عادلي، البيولوجيكال كلوك اتظبطت خلاص، وصعب انك انت تلعب فيها، احنا طول السنه بنظبط فيها، لكن انا عايز العب ماتش من 120 دقيقه، انا مش معتبر ماتشنا بكره 90 دقيقه، ده ماتش فيه نتيجه، قد نلعب اكسترا تايم. فانا عايز امرن فرقتي على ساعتين مش على ساعة ونص، لما رنتهم في الظهر هخلص عليهم، هيجوا يوم الماتش بعد تلت ساعة. جيف مي 20 مينت، قال لي في المباراة اديني تلت ساعة واتفرج على فريق المصري بدنيا هيحصل له ايه، وانا فرقتي هتكسب ازاي. بعد تلت ساعة الاهلي ركب الماتش وبدأ تناقل الكرة، وكفاية حرام بتاع جون في اتنين في تلاتة. احيانا انت تشحن المنافس دون ان تدري. صحيح، واخد بالك؟ تقصد ظهرت كفايه حرام بقى. دي لا، ده انا قلتك دعابه، دي ظهرت في المباراه دي. لكن هي الفكره ان ادي مدرب كان بيصرح انه سيقضي على المنافس وبيتمرن الظهر، والتاني بيفكر ازاي يلعب 120 دقيقه استنادا انه بدنيا لابد ان يكون متفوق قوي، والفرقه اللي قدامه هتقع بدنيا. وهذا ما حدث بالتحديد. يعني كابتن احمد ايوب المدرب العام للاهلي قال بعد المباراه: خلاص ما عندناش حل تاني الا ان احنا باذن الله تعالى نكسب في تونس، وانه الاهلي شايف هي كده ادى مباراه باذن مميزة الله نكسب، ما عندناش حل تاني، ما عندناش حلول تانيه خالص. ما هو حتى التعادل كنتيجه محتمله اتحرقت ان لم يزد على 2-2، فبالتالي صعبة. خلاص انت شبكتنا وخلصنا. انت بقى وليد ازارو أدى مباراة كويسة قوي، وأنا مش مع الناس اللي كانت بتزوم عليه فترات كتيرة قوي، لأنه دوره وتأثيره الحقيقة كرأس حربة متحرك أضفى خطورة واضحة جدا. سجل، جاب بنالتي، عمل كورة، صنع فرصة أخرى برضو، فبالتالي تأثيره في الملعب وخلقه للفرص ينبئ بمهاجم قوي جاي. وليد أزارو بيتعهد لزمايله، لا هو بيقول لهم برهان: انا ههز شباك الترجي في تونس،
وده من فرط تركيزه ورغبته في انه يكون له بصمه. ممكن نتكلم على وليد ازارو شويه ولا انت في فقره مخصوصه؟ لا لا اتفضل. طيب انا عندي مهاجم بيصل الى المرمى اكثر من مره في كل مباراه اللي لعبها. في هذه المباراه تحديدا تسبب في ضربه جزاء كان ينبغي طرد المدافع فيه. اللي ارتكبها ضده. اي فاحرزت الهدف الاول بتاعك. ثم احرز لك هدف التعادل. وصنع اكثر من فرصه لزملائه. مطلوب ايه من المهاجم غير انه يعمل فرصه ويسبب في ضربه جزاء ويجيب جون؟ جات له ثلاث فرص ماشي خلاص، منهم فرصه اتحسبت ضربه جزاء، منها فرصتين ضاعوا وبعدين جاب جول. طيب هو انا لو كل مهاجم هيجيب كل الفرص لا ولا هيبقى ده يبقى ميسي او رونالدو، وما بيجيبوش كل الفرص برضه. هل وليد ازارو من الناحيه التكتيكيه بيديك اللي انت عايزه ولا لا؟ بيديك اللي انت عايزه. فانت زي ما لا ينبغي ان تحمل اكرامي نتيجه المباراه وحده، لان طبعا لا ينبغي ان تحمل وليد ازارو نتيجه المباراه وحده. ايوه التفوق كان الاهلي والكثيرين ساهموا في هذا. وبعدين احنا عمالين نقارنه بالمحترفين الاجانب اللي في الفرق الثانيه، كاسونجو كاتونجو جاب جون جميل نتيجه خطا دفاعي من لاعب لعب الكوره عملت بند قصيره جابوا جون الاولاني، ثم اضاع وهو قد صنع لنفسه فرصه بالقوه البدنيه هدف ولا اسهل في ماتش الاهلي والزمالك والانتاج الاعلامي. فالناس طلعت اشادت بالمهاجم القوي اللي بيقدر يوصل لجول، ما حسبتوش على الفرصه الضايعه. فهمني يا استاذ ابراهيم، لان من الطبيعي جدا ان انت تجيب، ومن الطبيعي ان انت تضيع. ده اللي انا عايز اقوله على وليد ازارو، واعتقد ان وليد ازارو مهاجم جيد وهيفيد الاهلي باذن الله تعالى. لكن كيف يرى الاعلام التونسي نتيجه هذا اللقاء؟ الاهلي تعادل مع الترجي، ماذا ينتظر الاهلي في تونس؟ وكيف يرى الاعلام التونسي مباراه العوده ان شاء الله؟ معنا على الهاتف من تونس الزميل علي عثماني رئيس تحرير موقع فوتوسكوب. استاذ علي اهلا بيك. مساء الخير استاذ، تحيه ليك وتحيه للاستاذ ابراهيم ومشاهدي قناه الاهلي والجمهور المصري بصفه عامه. تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. استاذ علي وقول لي كيف رايت مباراه برج العرب وتعادل الترجي مع الاهلي؟ الله يخليك. والله بالطبع هي مباراه كانت منتظره، يعني مباراه لن تكون سهله يعني بالنسبه على للفريقين سواء للاهلي او الترجي، وخاصه كان الضغط مسلط على الاهلي. في مشكله في طيب قطع الاستاذ علي وهنعود الاتصال به تاني، والخط بيقطع. قال كلمه تقريبا ناقشناها الاسبوع اللي فات، قال لك الضغط كان مسلط على الاهلي. لو تتذكروا اللي شاف منكم الحلقة الماضية كنا بنتكلم على المفارقة، هو ليه الأهلي مع الترجي؟ الأهلي حقق هنا نتيجة ليست على المراد بالنسبة له ويحقق هناك نتيجة أفضل، والترجي حقق هنا نتيجة أفضل وما يحققش المراد بتاعه في ملعبه. وقلنا الاتنين أنت لو بتتكلم على أرضية ملعب قريبة من بعضيها، الأجواء من حيث الطقس نفس الظروف تقريبا في هذا التوقيت، يبقى العامل المتغير فكرة الضغط العصبي، الضغوط الكتيرة اللي على الفريق من جمهوره ومن إعلامه وهو على ملعبه بيتحرر منها تماما لما يطلع بره ملعبه. فتلاقي الترجي بكل الضغوط عليه كنادي جماهيري هنا بيلعب أحسن، والأهلي بكل الضغوط اللي عليه هناك بيلعب أحسن. دي مش من فراغ ومش وليد لا الموقف. ليها سبب طبعا، واحنا كنا رصدين هذا السبب يعني، وكنا متخوفين منه على فكره. بس عمري ما تخيلت ان احنا هنتعادل 2-2. يعني قلت يا 0-0 يا 1-1 يا نكسب واحد. فرحتنا دايما بالعكل. في تونس لدرجه انه المصري اليوم عامل الجول الثاني فعلا هو اللي يعني يعطيك صعوبه اكتر، لكن لو هي 1-1 انت رايح بامال اكبر. المصري اليوم على نفس النسق عملت مقارنه الحقيقه لطيفه في حته علاقه الملعب، قالت عنوان جميل جدا.
ليه برج العرب بيحب الترجي ورادس بيعشق الاهلي؟ يا رب يعشق الاهلي ويستمر العشق وما يخوناش. لانه بتقول المصري اليوم الاهلي تمكن قبل زيارته المقبله لملعب رادس قدام الترجي يوم السبت في هذه المباراه تمكن من تحقيق العديد من الانجازات على هذا الملعب. رادس تقريبا ما خذلش الاهلي. توج الاهلي بطل على هذه الارضيه في رادس مرتين في 2006 و2012. انتصارين كانوا مدويين. سبق ان حقق الانتصار بهدف دون رد على حساب الترجي ايضا في دور المجموعات، كما سبق ان حقق الانتصار ده كان في الكونفدراليه 2015 فضلا عن تاهله لدور المجموعات في الكونفدراليه في نفس السنه بركلات الترجيح ايضا على حساب الافريقي من قلب ملعب رادس اللي بيعشق الاهلي. عشب رادس اهلاوي، تقدر تقولها كده، عشب رادس اهلاوي فعلا. فيما في بقيه المباريات ايضا حضر في اربع مباريات اخرى على هذا الملعب، منها كانت خساره في الوقت الاصلي حسم بعدها مباراته امام الافريقي بركلات الترجيح في الكونفدراليه 2015. بس زي ما عشب رادس اهلاوي، عشب برج العرب ترجاوي، لانه الترجي الرياضي التونسي في برج العرب دايما ما بيحقق مراده. ما انت لما قلت لي، قلت لك على فكره مساله ان الفرق تيجي تلعب في برج العرب ده دي ميزه مش عيب ليها، لان الملعب كويس جدا، الجمهور بتاعنا مش مؤذي للمنافس، بالعكس هو بيركز مع فرقته اكتر وبيفضل يشجع بدون ايذاء لا مشاعر ولا المنافس. يعني قلت لك مش هيشعر بغربة شديدة في ملعب برج العرب. برج العرب وش السعد على الترجي. خاض الترجي على أرضية هذا الملعب خمس مباريات في تاريخه. لم يتجرع أبناء باب سويقة، وده الاسم اللي مشهور به الترجي للمنطقة بتاعته، لم يتجرع طعم الهزيمة مطلقا في برج العرب. كانت البداية في نوفمبر 2012 لقاء الذهاب لنهاية دوري أبطال أفريقيا قدام الأهلي، خرج الترجي بنتيجة إيجابية وقتها 1-1، حيث ده اللي انتوا شايفينه حضراتكم، حيث سجل له المدافع وليد الهشري قبل ما السيد حمدي يتعادل للأهلي في الدقائق الأخيرة. وخاض الترجي ثلاث مباريات على أرضية ملعب برج العرب في الإسكندرية، كانت في البطولة العربية للأندية هذا العام اللي استضافتها مصر. تمكن الترجي على نفس الملعب من تحقيق ثلاث انتصارات. كل المباريات اللي لعبهم الترجي على أرضية برج العرب في هذه البطولة فاز فيهم، سواء على النفط الوسط العراقي أو المريخ السوداني أو الهلال السعودي. هو لاعب البطولة العربية كأنه عمل معسكر هنا. وعلى فكرة هذا ذكاء، يعني هو لما جه اشترك في البطولة العربية أعتقد كانت أحد أهدافه التدرب على الملعب اللي هيلعب عليه. يعني هو جه لعب هنا كأنه عمل معسكر هنا في مصر. وخد 2.5 مليون دولار. سيبك بقى من خد، ما هو يعني ما هو تمكن من ان هو يعني خلينا نتكلم، احنا نتكلم فني، خد 2.5 ولا 20 مليون او ما خدش، افرض البطوله دي ما كانش فيها كان هيشترك. بس اصل ساعه لما لعب ما كانش يعرف ان الاهلي هيختار برج العرب، يعني الاختيار ده هو مش متابع الكوره عندنا. هيلعب في القاهره؟ عمره ما كان هيلعب في القاهره. دوره زي دي هتتلعب فين؟ يعني لا يا استاذ ابراهيم، وهو الاهلي مش كان هو المرشح طبقا للاداء الفني؟ انما مساله انه الترجي، طب لا مش مخطط لها خلاص وجات الظروف كده، يبقى عمل رجله داست على هذا الملعب اكنه في معسكر في برج العرب، فهو راجع على ملعب شافه ولعب عليه والجماهير وقفت معاه على فكره في الاخر، لان برضه خلي بالك هو كان بيلعب الفيصلي اللي كان فيه غضاضه عند جمهور الاهلي من ناحيته، فحتى كانت مشاعر الجماهير كانت مع الترجي، فهو ما عندوش مشكله. وارجو ان يفضل عشب حلو قوي العنوان ده، عشب رادس اهلاوي وبرج العرب وش السعد على الترجي. طيب نشوف بقى تحليلات الخبراء، يعني ازاي الناس بعد هذه المباراه، لانه
لو الناس بصت للنتيجه كنتيجه هتلوم الاهلي وتلوم لعيبه الاهلي وتلوم الكابتن حسام البدري. لو قيموا تقييم اداء في المباراه بعيدا عن النتيجه هتنصف الكابتن حسام البدري وهتنصف تغييراته وهتنصف اداء كتير من اللعيبه. تعال نخش على الفيديوهات. تعال نشوف وائل جمعه الاول. طيب خلينا نشوف بس شوارب يجهز الفيديوهات. هو انت مش جاهز ولا ايه؟ نشوف الكابتن وائل جمعه في بي ان قال ايه. مهمة صعبة طبعا، والنادي الاهلي فرط في فوز يا كابتن اخضر النهارده. الشوط الاول ثلاث فرص مؤكدة للاهداف، الشوط الثاني ما استغلش الانهيار البدني اللي وضع على فريق الترجي في اخر نص ساعة. يعني الترجي لعب تقريبا 10 دقائق ربع ساعة في بداية الشوط الثاني، بدأ يحصل هبوط في المستوى بدنيا ده اللي احنا اتكلمنا عليه، مستوى بدني طبعا. واضح في لقطة يا كابتن في الدقيقة تقريبا 75 او 79 انا طلبتها. لعيبة الترجي مش يعني بتتمنى انها تخلص من الكورة لان في ضغط عمله لعيبة النادي الاهلي، واستغل الحالة البدنية الكويسة اللي فيها النادي الاهلي والضعيفة للترجي. بالصور البدايه كانت مثاليه لصالح الاهلي، تسجل في الدقيقه العاشره. النادي الاهلي اضاع فوز كان كفيل باطمئنان قبل مباراه العوده. مباراه العوده هتكون اصعب من كده، الترجي هيختلف عن الشكل اللي شفناه النهارده، الترجي جمهوره هيسنده، عوامل كتير هتبقى واقفه مع الترجي في مباراه العوده. حاله لعيبه النادي الاهلي مش هتكون بالحاله اللي احنا رحنا بيها مرتين قبل كده للاسف، ولكن انا عندي ثقه في روح لعيبه النادي الاهلي والحاجات اللي موجوده عندنا قبل كده كذكريات تساعدنا. انا اتمنى كده، ولكن المباريات دي يا كابتن بتتغلب على كل شيء، يعني بالروح وبالاصرار وبالعزيمه بتتجاوز الارهاق وبتتجاوز الصعوبات اللي بتقابلها، لان المباريات دي ما بتجيلكش في مسيرتك كتير، ما بتقابلكش كتير كلاعب كوره، فرصه تستغلها. وطبعا اللي هيفوز من المباراه دي الاهلي والترجي ده انا بعتبره هيبقى بطل البطوله دي. الاهلي عنده فرصه لسه موجوده ما انتهتش بعد الاداء اللي قدمه الشوط الثاني وكسر مش عايز اقول ده الضغط اللي عمله النادي الاهلي يا كابتن. بص لعيبه الترجي مفيش حد بيتحرك لحد يا كابتن هنا طارق. ارهاق محدش بيتحرك لحد. نعم. وده يحسب للنادي الاهلي ان اللعيبه واقفه على رجليها كويس بدنيا، حاضرين قدروا ان هم يسترجعوا الكوره ويبداوا هجمه ثانيه، وده استغلال للجبهه الشمال اللي حصلت فيها لكن. علي معلول بدا يتقدم وبدا يستغل، صالح جمعه وليد سليمان مشاركتهم كانت ايجابيه جدا. اشاده فنيه باسلوب اللعب والضغط من لاعبي النادي الاهلي مكنتهم من ان هم يعودوا المباراه ويركبوا المباراه، وقال ان فرص الاهلي ما زالت موجوده وهتجدوا شبه اتفاق على هذا الكلام باذن الله. بعد كده عايزين نشوف كابتن طارق دياب. كابتن طارق دياب الوجه الاخر الكره التونسيه. طبعا الشهير والممتع وزير الرياضه الاسبق في واللي قال له حسام البدري بعد مباراه 2012 شكره كتير على ادارته لهذه المباراه، كان وقتها طارق دياب وزير للرياضه اشاد بيه وقال له حسام غالي انت متعتني كوره اليوم، هذا الذي امتع التونسيين كره القدم الحقيقيه الاهلي بتاع 2012 قادر يعملها باذن الله تعالى في 2017. نشوف دلوقتي رأي الكابتن طارق دياب. بالفعل وهذا الهدف هدف التعادل كابتن طارق، الذي ايضا الترجي كان يمكن ان ينهي المباراه متفوقا. صحيح فرصه لبن يوسف اضاع فرصه لانه كما قلنا الحارس خرج من المباراه اكرامي بعد الهدف الثاني شاهدناه اصبح يعني قال صعوبات كبيره بناء المباراة، لو سد ترجي ممكن كان يسجل أهداف أخرى. أعتقد هذا اليوم واضح القاسم المشترك بين الفريقين هو الضعف الدفاعي للفريق، بصراحة أخطاء كثيرة في الدفاع سواء الأهلي أو الترجي. ثم المشكلة أخرى الترجي هو اللاعبين اللي دخلوا، أعتقد أن التراجع البدني واضح للترجي الرياضي التونسي في وسط الميدان. طبيعي في وسط الميدان طبيعي أن الفريق لما يدافع في المناطق نتاعو تصبح الأمور صعبة باش يوصل إلى المرمى إكرامي، لأن المسافة طويلة جدا. ولنا نجاح فريق الأهلي بالضغط المتوسط على فريق الترجي، أصبح الترجي يخسر صعوبات كبيرة في إخراج الكرة. ثم المشكلة الأخرى للترجي ثلاثة لاعبين اللي في دخلوا هذا خطأ أيضا، ما ساعدوش الترجي، بن يوسف ما ساعدش، سعد بقيل، وهذا أثر على مردود الفريق لأنه أعتقد
المدرب المزلتي لما خرج الفرجاني وخرج أنيس البدري وخرج الخليسي أنا مش أدخل لاعبين حاضرين وجاهزين أكثر بدنيا، ثم دخول بن يوسف أعتقد أنا دخول بن يوسف بشعتي أكثر حيوية للفريق، لكن لما دخل الفريق تراجع مستواه من ناحية البدنية خصوصا وسط الميدان، ومحق أنه أخرج اللاعب أنيس البدري وفرجاني اللي بدنيا المستوى متاعهم تراجع. أعتقد أن المشكلة كبيرة في فريق الترجي لازم يعالجها ويلقى الحل هو دفاع. الدفاع نعم. الدفاع اليوم يعني كمية الفرص للنادي الأهلي، رغم احنا قلنا النادي الأهلي ما عنده هجوم قوي، رغم هذا خلق 4 أو 5 فرص سنحة للتسجيل لضعف دفاع، ولهذا لازم المدرب يلقى الحل والحلول في الترجي وتركيبة محور الدفاع. والكابتن طارق دياب شاف ان الأهلي خلق 4 أو 5 فرص حقيقية كان يمكن ان يسجل منهم، لكن الرجل شاف انه ما حصلش توفيق. هو كمان أشار نقطتين مهمين جدا من الناحية الفنية، أشار إلى الفوارق البدنية وقال إن دي أتاحت للنادي الأهلي إنه يخلق فرص، وأشار إلى ضعف الدفاع بتاع الترجي وقال إن أتاح للأهلي خلق فرص. ولكن أيضا أشار إلى إن هجوم الأهلي مش بالقوة اللي كانت تسمح باستثمار هذه الفرص. فهو الراجل من الناحيه الفنيه تستشرف منه انه برضه شايل هم النادي الاهلي بالتاكيد، لكن هل الاهلي شايف انه المساله صعبت ولا ممكن نشوف مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ؟ يعني كابتن سيد، تعادل يمكن لم يرضي طموح الجماهير، لم يرضي طموح الأهلي، على الرغم من طبعا مسلسل الفرص ضاعت من الأهلي خلال هذه المواجهة الذي كان أكثر سيطرة في معظم أوقاتها. الحمد لله طبعا على كل شيء كنا نتمنى بالتأكيد ان احنا نكسب، لكن هي دي المباراة الكبيرة، يعني المباراة بتبقى ما بين فرقتين بالتأكيد كويسين وكل حاجة، لكن في النهاية احنا رايحين مباراة نلعبها نهائي هناك، عملناها قبل كده كتير على فكرة على استاد رادس، عملناها مع الصفاقس وعملناها مع الترجي 2 أو 3 مرات، وعملناها كمان يعني في أكثر من لقاء وأكثر من مواجهة، فإن شاء الله الرحمن بإذن الله رايحين هناك وعارفين ان احنا بنلعب نهائي مبكر، احنا بنستعد له، مباراة مش سهلة بالتأكيد، لكن إن شاء الله الرحمن بإذن الله نرجع بالفوز بإذن الله. كابتن سعيد، كان في ما بين الحين والآخر الجهاز الفني يعني للأهلي صيحات يعني تحفظ على الأداء التحكيمي خلال هذه المواجهة، يعني بص رجاء يعني المفروض ان دي ما يبقاش لا شغلة الأجهزة الفنية ولا شغلة الناس المسؤولة، يعني رجاء يعني ده مباراة ما بين الأهلي والترجي نهائي فعلا مبكر، لابد ان يكون في مراقبة تحكيمية على اعلى مستوى، اتمنى ان المباراة خلاص المباراة دي بحلوها ومرها انتهت مش هترجع تاني خلاص، ايا كان بقى التسللات الغريبة والعجيبة اللي انا يعني متهيألي انها يعني المفروض انها تبقى اسهل من كده بكتير جدا 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 في تقديرها واحتسابها، يعني كره وليد ازار واعتقد ان هي في الاخر مش اوفسايد خالص، ما اعرفش البينالتي بتاع وليد ازار ده بينالتي ولا لا، لكن اللي فات خلاص، خلينا نتكلم في اللي جاي رجاء يعني احنا دايما في المباريات الافريقيه والمشاركات الافريقيه ما بيجيلكش مباراه بحجم الاهلي والترجي كتير، فلابد ان يبقى في يعني اختيار دقيق جدا 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 في العمليه التحكيميه، فاتمنى يا رب يبقى في اللقاء اللي على استاد رادس يكون فيه باذن الله عداله للاهلي وللترجي، عداله يعني. شكرا جزيلا كابتن سيد. شكرا. صدقوني لو ان هناك عداله تحكيميه لتغير مصير الالقاب الافريقيه بشكل جذري، ولو وصل النادي الاهلي على الاقل 7 أو 8 مرات إلى بطولة العالم للأندية، يخرج مرة بإدرامه، يخرج مرة بالعرجون، والله أعلم. العدالة التحكيمية يا جماعة هذا مطلب، العدالة التحكيمية ما بنطلبش حد يجامل النادي الأهلي، ولكن ما تستخسروش في الأهلي إنه يعبر عن الكرة الأفريقية بمكانته الحقيقية. دلوقتي ما زلنا ايضا مع التحليل. طيب الراجل بقى اللي لعب في تونس ولعب في مصر يعني تشعر مشاعره يعني مع مصر ده اتلطش من اللطشه بتاعت ابو تريكه
يعني الكابتن انيس بوجلبان لاعب الصفاقسي اللي كان في ملعب الصفاقسي وقت ما الاهلي سجل، ثم عاد من هذه المباراه الى صفوف النادي الاهلي. تعالوا نشوف قال ايه برضه. بتشوف ازاي من وجهه نظرك الخطا النهارده اللي تسبب في الهدف الثاني اللي سكن مرمى النادي الاهلي بسبب ضربه ثابته لم يكن موفقا فيها شريف اكرام؟ يعني هو عادي في قدم، يعني فرص شفنا حتى في اكبر الفرق الاوروبيه الفرص تغلط، لكن خطا يعني بصراحه يعني تحمل مسؤوليه شريف اكرام، هذا ما يقللش من قيمته ولا من امكانياته الكبيره، لكن الهدف الثاني يعني كانت كوره سهله ما فيهاش ما كانتش معناها الهدف بتاع الاهلي بدري، كان بعيد برشا على الفرنسي كيف الثلاثه لاعبين وسط الميدان ما كانوش يخلطوا في كل هجمه كان يكون بها الترجي. انيس بوجلبان يعني حتى الان بيحب الاهلي قوي، ما من مره رحنا تونس قابلناه الا عنده شعور عالي جدا مازال محتفظ بيه مع النادي الاهلي. قصته بقى هو انسان محترم جدا 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 جدا, جدا, آه جدا آه يعني ساعدني مساعده لما كنت رايح اجيب سيسيه وبعدين سيسيه تلاعب بينا هناك فرجعنا بدومينيك دا سيلفا. ايوه ما سابنيش يعني كان بيقعد معايا لحد الفجر وهو اقترح عليا دومينيك وبعدين جاب لي واحد من شيوخ المدربين التوانسه برضو يعني طمني ان ده لعيب مع الاهلي، قال لي هو لعيب المودي شويه وعصبي بس الاهلي يقدر يظبطه ويخرج منه بنتيجه، ودومينيك كان طاقه جامده جدا. لكن انيس بوجلبان هو انا يعني اللي رشحه مانو جوسيه ورشحه من مباراه صفاقس الصفاقسي يعني رجع طلبه، وبعدين انا فوجئت وانا في لجنه الكوره بيسال انتوا عملتوا ايه في انيس بوجلبان؟ ما كانش لسه عندي قرار بالتكليف من لجنه الكوره، هم كانوا الظاهر هناك كلموا حد وكيل لاعبين تونسي وهم هناك انه يرد عليهم، فالامور ما مشيش بالسرعه الواجبه. فالكابتن حسن قال لي عدلي، قال له هو لعيب مهم، قال له مهم جدا. قلت له تحب ان احنا يعني لو عايزيني ان انا اتدخل؟ قالوا لي قلت له انا عايز نمره انيس بوجلبان، واحنا قاعدين وطلبت انيس بوجلبان. كابتن انيس كذا كذا واحنا ما عندناش وقت نضيعه، انا بكلمك في لجنه الكوره. يس اور نو، قول لي دلوقتي لو انت عايز الاهلي دعنا ننهي كل الامور دلوقتي. فام ايوه عايز الاهلي مش عارف ايه، طيب هتيجي امتى؟ هتيجي تلاقي العقد هقابلك بيه تمضي. قابلته في المطار ورحنا، مضى بعد اذان الفجر. بعد اذان الفجر لان الوكيل بتاعه كان الظاهر عايز يعمل جيمز يعني يعني كان عايز بقى ايه عشان يعلى بالبندرة شوية، فمستني أرى العقد أنيس يقول لي كويس خلاص أوكي متفقين، طب امضي. طيب تاني يقول له استنى، يقول له يبص له يقول لي بس ننتظر مش عارف إيه، ننتظر مش عارف إيه. قلت له شوف الأذان بيدن، أنا هقوم أصلي الفجر أخد الورق وأمشي ومش هرجع لك. لما مضيش دلوقتي هعرف، ما أنا استحضرت بقى حاجات كتير قبل كده. أيوه وعارف ان بالذات الوكلاء التوانسه لا مش التوانسه بس، هم بتوع شمال افريقيا بيبقوا محترفين قوي في انه ايه يعلي. فهو كان مستني يحصل الصبح يجي له تليفون مش عارف يطلع حد يكتب الزمالك على خط مثلا او اي. فقلت له اذا ما مضيتش دلوقتي وخدت ورقي ومشيت انت ارهقتني جدا. ده في تونس كان هنا لا هنا في فندق على يعني في شارع ابو الفدا. خلاص انا جبته وطلعت بيه على الفندق وبقيت قاعد له كده ثلاث ساعات يخرج ويتكلم مع الراجل ويرجع لي الراجل هو يقول لي اوكي، الوكيل بتاعه يقول ايه. قلت لهم يا جماعه انا حصل لي الفجر حاجه يمضي انيس بوجلبان، مش همشي من غير ما تمضي، واذا مشيت مش هتمضي.
لو ما خلصتش في الساعه لان انا عارف اللي هيحصل بعد كده ورحت قلت له من فضلك عايز اقعد انا وانت لوحدينا يا انيس فاستاذن من الناس كان بقى في ناس كده توانسه كمان جم وفي ناس مصريين شافونا طلعوا قلت له لا انا ما بشتغلش كده انا بشتغل في حجرات مغلقه بعد اذنك انا وانت بس قال لي الوكيل قلت له بعدين انده ورحت قايل له الكلمتين دول قلت له خلي بالك انا فاهم انت وكيلك عايز الصبح ويعمل مزاد واحنا مش بتوع الشغل ده مستر مانويل لو عرف الكلام ده هيغير رايه انت في النادي الاهلي انت شايف متخم باللاعبين لكن هو متوسم ان انت تيجي اضافه وخلي بالك تاني هتبقى لو نجحت مع النادي الاهلي اول لعيب يجي من شمال افريقيا ينجح في مصر ايوه كل النجوم السابقين على عظمتهم نتيجه هذا الاسلوب ما ركزوش معانا لو انت عايز تعالى تعالى بقى باسلوب الاهلي كلمه ونص ورد غطاء حصل لي الفجر يا انيس ادي العقد رجعوا للمره الثالثه وبعدين رحت مطلع القلم بعد الصلاه واديته له راح نده الراجل استنى ده القلم ده تحديدا لا 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 مش انت عندك قلم فيه سر لا راح ماضي انيس وقلت له مش هسيبك انا اوعى تفتكر لو قعدت 3 ايام معاك في الاوضه هنا مش هسيبك يعني عشان تقول لي ارتاح شويه ونصحى الصبح لا مش هسيبك امضي لان لو خرجت مش هرجع فهو يعني حاس ان انا قاعد ومصر مش همشي فعلا غير لما يمضي وان انا لو مشيت فعلا هروح النادي الاهلي اقول لهم وكان هو حريص يخلص يعني هو الوكيل بتاعه اللي كان عايز يعمل جيم كده ملوش لازمه عمل فتره هايله في الاهلي الحقيقه انيس بوجلبان واحد ومرتبط بالاهلي جدا 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 وشخصيه هايله على فكره هو وفلافيو وجلبرتو ارتباط بالاهلي عالي جدا من اللي شافوه برضه من اللي شافوه صحيح طيب نتيجه الاهلي والترجي 2-2 الاربع او بقيه الثلاث ماتشات في دوري الابطال دور الثمانيه المره دي مباريات الذهاب نتائجها ايه في ريفيارو الموزمبيقي في ملعبه ما استفادش من الارض فتعادل مع اتحاد العاصمه الجزائري 1-1 واهلي طرابلس الليبي تعادل ايضا في ملعبه مع النجم الساحلي التونسي 0-0 لكن صن داونز الجنوب افريقي مع الوداد المغربي صن داونز كسب في ملعبه كسب الوداد 1-0 وقلت لكم الاهلي في ملعبه في برج العرب اتعادل مع الترجي 1-2 عشان تاكد الكوره ان عشب برج العرب ترجاوي بينما عشب رادس ان شاء الله اهلاوي بعد الفاصل مزعج مقلق لا بعد الفاصل